هننتقل إلى الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج اللي أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الإطلاق الرسمي لها اليوم، بهدف خلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة اللي بتنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج وإنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعوا عنه ويشاركوا في خطة البناء والتنمية. لمزيد من التفاصيل معانا على التليفون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. سيادة الوزيرة أهلا بحضرتك. مساء النور. أهلا وسهلا أستاذة ريهام، أهلا بيكي وبالتوفيق. يعني دايما في مبادرات الحقيقة وكلها مبادرات يعني نشيطة وفيها دمج للمصريين يا سيادة سفيرة الموجودين في الخارج، إن هم مشاركين، هم مش مجرد مصريين بيحملوا الجنسية، لا هم بيشاركوا كمان جوه بلدهم. كلمينا عن أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج واختيار توقيتها كمان يعني دلوقتي. خليني أبدأ بتأكيد القيادة السياسية لأهمية الشباب ولاعتبارهم كلمة السر في الحصول على الاستقرار والسلام في العالم. والحقيقة مؤتمرات الشباب اللي نظمها شباب البرنامج الرئاسي كانت أقوى دليل بالمشاركة رفيعة المستوى على رأسها القيادة السياسية، إنه شباب بيروا إنه السيد الرئيس بيتحاور معاهم وبيناقشهم، بيستمع أيضا إلى أفكارهم. من اتجاه الدولة ده ابتدت وزارة الهجرة إنها تشتغل على ملف الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، نظمت لهم أكثر من 24 برنامج لتعريفهم بمفهوم الأمن القومي المصري وبتحديات الدولة المصرية. ولكن عند أزمة العالقين زي ما حضرتك عارفة، الدولة اشتغلت على كل شرائح المصريين في الخارج من اللي رجعوا مرة أخرى إلى الدولة، وكانت أهم شريحة هي شريحة الطلاب اللي بيدرسوا في الخارج اللي جامعاتهم أغلقت أبوابها وأيضا مدنهم الجامعية. طالما هذه الشريحة موجودة على أرض الدولة، لابد إحنا كوزارة للهجرة إن إحنا نستفيد من تواجدهم على أرض مصر. وبالتأكيد عملنا برنامج الحقيقة ثري جدا، مليء بمقابلات مع وزراء، مع مسؤولين، مع فضيلة الإمام الأكبر، مع قداسة البابا توادروس، زيارات لحي الأسمرات، لروضة السيدة. كل ده كنا بنعد هؤلاء الشباب للي حصل النهاردة، وهو إطلاق مركز الحوار مع شباب الدارسين في الخارج. هذا المركز هو منصة رقمية أطلقتها النهاردة وزارة الهجرة، وحرصت وزارة الهجرة أنه اللي يقدم هذه الاستراتيجية شباب الدارسين نفسهم اللي اشتغلوا معانا على إطلاقها. والحقيقة كان هذا التفاعل مهم جدا، لأن احنا محتاجين هذه القوة الناعمة من شبابنا اللي بيدرسوا في الخارج في المرحلة المقبلة للتعريف بكل ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات، من مشروعات، من تطور، من مصر الجديدة اللي دايما سيادة الرئيس بيأكد عليها إن هناك تطور وعجلة التنمية التي لا تتوقف. النهاردة المركز أعلناه وأبلغنا شباب الدارسين كلهم في الخارج بضرورة التسجيل، لأنه أيضا هيبقى لدى المركز قاعدة بيانات لشباب الدارسين في الخارج نقدر نشتغل معهم. حرصنا النهاردة الحقيقة أن يكون من ضمن أو من أهم المشاركين بجانب شباب الدارسين، احنا كان معانا يمكن أكثر من 50 دارس ودارسة في الخارج، إنما أيضا كان معانا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بالتأكيد أنه شباب الدارسين لما يشوفوا أيضا تمكين الشباب سياسيا على أرض الواقع، وأن هم يقدروا يتعاونوا مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ده بعد آخر لابد أن احنا نستفيد منه. أكيد. الحقيقة اللي حصل النهاردة ما بين شباب الدارسين ما بين التنسيقية، إزاي أن هم بيشوفوا شباب في سنهم أو أكبر منهم بحاجة بسيطة قدروا أن هو يوصلوا يكونوا برلمانيين، يوصلوا نواب محافظين، يوصلوا معاونين لوزراء في الحكومة المصرية، رسالة أخرى قوية النهاردة هتفتح المجال لمزيد من التعاون داخل هذا المركز. طب إلى أي مدى سيادة الوزيرة هذه الاستراتيجية قادرة على تكوين أول لوبي للشباب المصريين في الخارج يقدر أنه يدافع عن القضايا الخاصة ببلده؟ أشكرك على كلمة لوبي، لأنه المركز الحقيقة بيعكس هذا الاتجاه، إن إحنا النهاردة أسسنا أول لوبي لشباب مصري في الخارج.
بالتأكيد إنه وجود هؤلاء الشباب في جامعاتهم، وده ما لمسته أثناء كل برنامج الزيارات والمقابلات اللي حضرتها معاهم، إزاي إن هم داخل هذه الجامعات بيبقى عندهم من الطلبة الآخرين من جنسيات أخرى بيكلموا في موضوعات كثيرة جدا، إنما منها بالتأكيد الموضوعات السياسية. والحقيقة الشباب دول كانوا بيحتاجوا المادة الإعلامية أو المادة اللي تخليهم يقدروا يردوا على الشباب التانيين. هذه القوى الناعمة من شبابنا اللي اتعلموا هنا في مصر مرحلتهم، يعني كل مراحل التعليم حتى وصلوا للثانوية ومنها للتعلم في الخارج، بالتأكيد دول قوة مهمة جدا لابد من الاستفادة منهم. والمهم جدا كمان ان هما مش بس يروجوا للدولة المصرية، ولكن أيضا يكذبوا كل الأخبار المغالطة والأخبار السلبية اللي بتتقال على دولتهم خارج الوطن. الولاد دلوقتي بقوا عندهم نوع من أنواع الحصانة، بمعنى الحصانة الفكرية والحصانة المعلوماتية اللي تمكنه إنه أي حد هيقول له حاجة على بلده هيقدر يرد بمادة فعلا اتحطت في إيديه. فبالتأكيد هذا اللوبي لوبي مهم جدا، طبعا. وإحنا عندنا لوبي من العقول العلماء والخبراء زي ما حضرتك عارفة اللي جم وشاركوا في عجلة التنمية من خلال مؤتمرات مصر تستطيع. إنما إحنا بنتكلم عن شريحة النهاردة مهمة جدا، إنه شباب مصر في الخارج اللي بيدرس في الخارج إزاي يقدر إن هو يكون هذا اللوبي بمساعدة الدولة وأيضا بمساعدة البرلمان. سيادة الوزيرة، يعني مؤتمرات شباب حيثك اتكلمتي عنها دلوقتي أكتر من مؤتمر طبعا ومنتدى للشباب، مبادرات خاصة بالشباب من خلال وزارة حضرتك طبعا كتير أيضا، والاهتمام بوجود هذا اللوبي الآن، إلى أي مدى كل ده بيدل على أن القيادة السياسية والدولة المصرية بتؤمن بأن الشباب هم فعلا كلمة السر إذا كنا عايزين أي نوع من أنواع التنمية أو الاستقرار علينا بالشباب؟ كنت دايما بقول للشباب في كل البرامج الحقيقة اللي احنا نظمناها، وحتى مع برنامج شباب الدارسين، يعني بتكلم عن البرامج اللي تم تنظيمها لأبناء الجيل الثاني والثالث وأيضا لشباب الدارسين، بنقول لهم ان احنا كنا نتمنى ان احنا لما نكون او لو كنا في عمركم وشاهدنا هذه المرحلة ان احنا نشوف رئيس الجمهورية واقف قدامنا بيكلمنا وبيحاورنا وبيستمع إلينا و بيعضدنا في كل الأفكار والمبادرات، أكيد كنا يعني نقتنس هذه الفرصة ونقدر ندي أكتر. كان كبرنا يمكن أستاذة ريهام في سنهم إن إحنا نشوف رئيس الجمهورية على التلفزيون، صح. إنما دلوقتي في صح. هذا العهد إحنا بقينا نشوف الرئيس بيكلم الشباب ونناقشه فيهم ونقول له رأي ممكن يكون مختلف عنه ويرد علينا. مظبوط. والحقيقة شاهدنا في مؤتمرات الشباب أيضا من الشباب اللي بيقف أمام سيادة الرئيس ويقول له يعني من فضلك أنا عايز أوريك في قريتي في كذا أو في المحافظة، والرئيس بيروح معاهم، ده ما كناش بنشوفه. فمش بس بنشوف هذه المناقشات وهذا أو هذه المنصة المفتوحة المباشرة بدون أي حاجز ما بين القيادة السياسية وما بين الشباب، إنما أيضا بنشوف تمكين الشباب سياسيا، وده اللي احنا بنقوله. ازاي بنشوف شباب في البرلمان المصري؟ ازاي بنشوف نواب محافظين؟ ازاي بنشوف البرنامج الشباب البرنامج الرئاسي اللي بياخد مسؤولية تنظيم هذه المؤتمرات الشبابية؟ ازاي بنشوف الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل بتعد القيادات للمستقبل؟ بالتأكيد انه لما بنشوف هذا العهد بهذا الاهتمام بهذا الملف الهام جدا، ده بيدي مسافة ومساحة لهؤلاء الشباب إن هم يبدعوا أكتر ويحسوا إن دولتهم فعلا بتفتح ذراعيها سواء لشباب الداخل أو لشباب الخارج. سبل التواصل إيه والتنسيق ما بين هذا الكيان والوزارة كمان ممثلة للحكومة وللدولة سيادة الوزيرة؟ زي ما قلت لحضرتك المركز ده بيبتدي يشتغل من أول النهاردة، هو موقع إلكتروني موجود فيه العديد من طبعا لابد عضوية، فلازم الشاب يسجل بياناته في الخارج، بيدرس فين، تاريخ ميلاده، صورة جواز سفره، لازم اشتراك في الأول. اشتراك مش قصدي ان هو يدفع حاجة، ولكن اشتراك ببياناته. وبعدين بعد كده بيدخل على كل البرامج اللي موجودة على هذا المركز، بمعنى ان هيكون في أنشطة داخل هذا المركز، هيبقى في حوارات مع شخصيات عامة، مع
مع وزراء في الحكومة المصرية، مع زي ما ذكرت لحضرتك أعضاء في البرلمان من سنهم يبتدوا أن هم يتحاوروا معاهم ويدوهم المادة لتمكنهم من الرد. أيضا هيكون في التدريب والتوظيف، زي ما حضرتك عارفة لما عملنا هذا البرنامج أخذنا متدربين أو عملنا لهم internships، تدريب، فترة تدريب في وزارة التخطيط، في وزارة الهجرة، الشباب والرياضة، الهيئة العامة للاستثمار، حتى أنه مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء أخذ من هؤلاء الشباب للتدريب. وبالتأكيد النهاردة أعلن الدكتورة رشا راغب أنها مستعدة أنها تاخد 15 من الشباب الدارسين في الخارج ضمن التدريب في الهيكل الإداري للأكاديمية. أنشطة كثيرة جدا المركز بيقدمها لشباب الدارسين، فعاليات كثيرة. أوريدي كان في تواصل مع كل اتحاد الطلبة في الجامعات في الخارج، لأن زي ما قلت لحضرتك سفراء وجنود للدولة المصرية داخل هذه الجامعات احنا محتاجينها، وبيكون المركز ده البوتقة اللي بينضم إليها كل هذه أو كل هذه الشريحة من الدارسين والدارسات في الخارج اللي يقدروا انه يعرفوا ايه اللي بيحصل في مصر. الشباب احنا مش بنقول لهم ارجعوا، بالعكس اللي عايز يكمل في الخارج يكمل في الخارج، هو اضافة للدولة، ولكن اللي عايز يرجع يتأكد ان الدولة المصرية بتطورها ده هي جاهزة لكل التخصصات اللي هم درسوها في الخارج. فرصة وحدك معانا سيادة الوزيرة نسألك عن إنجازات مبادرتي إحياء الجذور وتكلم عربي، إيه اللي تم إنجازه فيهم وتحقق لحد دلوقتي؟ هبتدي بمبادرة اتكلم عربي، ودي مبادرة أطلقتها وزارة الهجرة برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، وهي مبادرة بتتكلم عن الهوية المصرية وإزاي إن إحنا نثبت هذه الهوية من خلال التأكيد على ضرورة التحدث باللغة العربية أو بالعربية العامية عشان نقرب ولادنا من الدولة ومن مجتمعنا. عملنا لغاية امبارح 11 معسكر عبر تقنية زوم لأبناء المصريين في الخارج تحت اسم اتكلم عربي، بنتكلم فيها على كل حاجة مع الولاد، عن الشأن الداخلي. امبارح كنا بنتكلم عن تضحيات رجال الشرطة، قبل كده كنا بنتكلم عن تضحيات رجال الجيش، بنتكلم عن التعايش السلمي، بنتكلم عن قبول الآخر، بنتكلم عن الشخصية المصرية تحت مبادرة اتكلم عربي. إنما بالتأكيد وزارة الهجرة بتوعد لبرامج الحقيقة مش بس للأطفال الصغيرين في الخارج، ولكن أيضا للشباب عن هذه المبادرة اللي بنطلق فيها كل ما يتعلق بالشخصية المصرية. لغتنا العربية لغة ثرية جدا، وإحنا مع انفتاحهم على ثقافات ولغات أجنبية، ولكن ما ينساش لغة بلده وما ينساش هويته. أكيد. مبادرة العودة إلى الجذور، مبادرة زي ما حضرتك عارفة أيضا برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية وأيضا الرئيس اليوناني والرئيس الأبروسي. طبعا احنا عملنا الكثير من الاجتماعات عبر تقنية زوم نظرا طبعا لجائحة كورونا، بنستعد مع الوزير اليوناني وأيضا الوزير القبرصي فور انتهاء هذه الجائحة بتنظيم رحلة شبابية من شباب الجيل الثاني من المصريين والقبارسة واليونانيين من الجذور المصرية عشان يتعرفوا من خلال الرحلة للثلاث دول على القواسم المشتركة، التاريخ المشترك، وأيضا الثقافات المشتركة. سيادة الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا أنك كنت موجودة معنا النهاردة، شرفتينا في المواجهة، ودايما يعني بنستفيد من الكلام مع حضرتك. شكرا جزيلا ليكي.